السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ريب حاك. عندنا لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا موقع جديد لربح عملة الدوك كوين. الحد الأدنى للسحب هو 5 دوك كوين من الموقع ده، زائد إن ربحك اليومي من الموقع دوت 15 دوك كوين مجانا. يعني ده كده موقع تعدين مش محتاج منك اي شغل، مجرد انك هتسجل وتسيبه وتقدر تسحب كل يوم 15 دوك كوين، او تسحب 3 مرات في اليوم كل يوم مرة 5 دوك كوين. تمام يا شباب، ده شكل الموقع يا شباب من الخارج زي ما انتوا شايفين. دي كده سحوبات وايداعات في الموقع. انا سحبة 5 و6 والايداع برضو ممكن تودع من 5 دوك كوين. طريقة تسجيل يا شباب في الموقع، بنيجي من هنا بنحط الايميل والباس واليوزر نيم والباسورد وبنعمل تسجيل، وبعد كده بنعمل دخول من هنا، بنحط الاسم والباسورد ونعمل تسجيل دخول. دي واجهة الموقع يا شباب من الداخل. هتلاقي عندك 250 جيجا هاش مجانا من الموقع بتعدن عليها، دي مجاني تمام. هتلاقي هنا الرصيد بتاعك شغال زي ما انتم شايفين كده، وهنا بيقولك الربح اليومي يا شباب، هنا اهو الربح اليومي 15 دوك كوين، الربح الاسبوعي 42 105، الربح في الشهر 180، او في الايه 105، هنترجم كده باللغة العربية. الربح الشهري 405، الربح الاسبوعي 105، والربح الشهري 450. هنا رابط الحالة يا شباب بتاعنا، وهنا ايه الربح بتاعك، الخطة النشطة عندك. طبعا لو انت حابب تودع في الموقع بتيجي من هنا يا شباب، الخانة اللي تحت دي، تختار هنا ال لا احنا نصنا غلط هنا اهو يا شباب، بتاخد العنوان دوت وبترسلهم عليه المبلغ اللي انت عايز تودعه، اقل حاجة 5 دوك كوين يا شباب، وبتعمل توجيه وبتحط المبلغ اللي انت عايزه، بتبعت لهم على المحفظه ديت المبلغ اللي انت عايز تودعه. تمام يا شباب، بعد كده هنا دي بتبقى ايه معاملتك في الموقع، بتبان لك ان اهوت ايداعاتك او سحوباتك. وهنا لو عايز تبعت رساله للموقع او شيء تراسلهم، ومن هنا السحب يا شباب. السحب طبعا بتحط هنا عنوان المحفظه بتاعتك، اي محفظة دوك كوين، وهنا بتحط المبلغ وتعمل طلب سحب، وبعد كده الخروج. دي كل حاجة يا شباب على الموقع. موقع سهل جدا ومش محتاج مننا اي حاجة. اللي حابب يشتغل عليه كده مجانا يشتغل، واللي حابب يودع دي حاجة ترجع له. وبكده اكون انتهيت من الشرح. لو عجبكم الفيديو ريت دعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.